الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم. واحدة من أهم حواراتنا على الإطلاق طوال الأسبوع حوار العيون. النهاردة كمان موضوع مهم، جفاف العين. جفاف العين يا جماعة مشكلة، يعني اللي عندهم جفاف العين على فكرة مشكلة مزعجة جدا. في حاجتين عايز أنبه ليهم. استخدام مستحضرات التجميل من الحاجات اللي تلام في موضوع جفاف العين. في ناس يعني حاجات التجميل، المساحيق التجميل بيحطوها بجنان، يعني بتهور. حاجة تانية العدسات اللاصقة، هنتكلم أكيد النهاردة، لكن برضو العدسات اللاصقة موجودة في الأسباب كده، وهنفهم ليه حكاية العدسات اللاصقة دي. وحاجة بالمرة كمان المكيفات، مكيفات الهواء، التكييفات يعني في العربية بالذات في ناس بتشغلها بطريقة أعتقد خاطئة، برضو من الحاجات اللي بتلاحظ إنها بتعمل جفاف العين. ناس كتير قوي عندها جفاف عين، ناس كتير قوي بتعاني من هذا الكلام، ولذلك الموضوع النهاردة مهم جدا جدا. وطبعا ضيف مهم جدا، ضيف العزيز الصديق والمبدع الرائع طبعا اللي بعتز جدا بوجوده معنا، وأكيد كل القاهرة والناس بتعتز به، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا. اخترت أنت موضوع مهم قوي والحقيقة منتشر قوي، بس الأول فهمني إيه هو جفاف العين؟ بص، هو حك جفاف العين هو أشهر، أيوة نقول مرض كمان مش عرض، أشهر مرض في العالم، وأكتر مرض مش بيتعالج بطريقة صحيحة. يعني شوفوا حك منتشر جدا تقريبا عند معظم الناس. عندنا احنا هنتكلم على مصر مثلا على سبيل المثال، أقدر أقول لك بنسبة تقريبا كده بنسبة 80-90% من الشعب المصري بيعاني من جفاف العين، وما بيتعالجوش من جفاف العين. يعني هو بيعاني من أعراض جفاف العين وما بياخدش العلاج بتاعه بصورة كافية. فهو أكتر مرض على مستوى العالم انتشارا، وأكتر مرض في نفس الوقت نقدر نقول أقل يعني اهتماما أو علاج، يعني ما بياخدش العلاج الكافي. إيه هو تعريفه؟ تعريفه هو في أنواع كتير من جفاف العين، بس هو تعريفه إن هو إفراز الدموع بيكون متناقص، ده بيعمل التهابات على سطح العين. يعني هو في الاخر بيعمل التهابات، عشان كده كان في صوره لسه فيديو شويه ظاهر من شويه بيبين العين تبقى حمراء، هو ده نتيجه التهابات على سطح العين اللي هي القرنيه والملتحمه، الاجزاء اللي سطح العين تلتهب نتيجه ان افراز الدموع بيكون يا اما قليل، ده نوع، يا اما الدموع بتتبخر بسرعه، وده الاشهر. معظم الناس عندهم الدموع بتتبخر بسرعه، والدموع دي حاجه مهمه جدا للعين وسلامه العين وسلامه انسجه العين خاصه السطحيه. فاللي بيحصل ان هو بيبقى التهابات مزمنه علشان الدموع مش موجوده، وبالتالي بتعمل مشاكل كتير. انا لقطت من كلامك ان هو مرض مش عرض، بس عايزين ناكد على النقطه دي. هو مرض، هو باختصار شديد ان حضرتك هنقدر نقول ناخد الحل اللي هو او المثال اللي هو الاشهر، اللي هو ان الدموع بتتبخر بسرعه. لما الدموع تتبخر بسرعه بيبقى في احتكاك ما بين انسجه العين والجفن، وده بيخلي يحصل التهابات مزمنة. دي رقم واحد. رقم اتنين، اكتشف كمان ان عندنا في خلايا دهنية موجودة في حرف الجفن. دي خلايا دهنية بتفرز مادة دهنية بتحافظ على طبقة الدموع. انت عندك لو عندك مية، لو سبتها شوية مية في طبق، بعد يوم او يومين المية دي هتتبخر. لو عايز تحافظ على المية دي فترة اطول هتحط عليها طبقة زيت، الزيت هيطفو على سطح المية وهيمنع ان المية تتبخر. اللي بيحصل بقى دلوقتي ان هي عندنا خلايا دهنيه موجوده في الجفن، الخلايا الدهنيه دي بتفرز ماده دهنيه وبتحافظ على سلامه الدموع. الجزء ده ما بيتغسلش، اكتر حته في جسم الانسان ما بيوصلهاش ميه وصابون، هو الجزء بتاع جفن العين نفسه. يحصل بعد كده ميكروبات تتكاثر، دي ميكروبات موجوده في جسمنا الطبيعي، تتكاثر تطلع مواد كيماويه تعمل التهابات في الخلايا دي، تقلل افراز الدموع، يعني وبالتالي هيبقى مفيش افراز دموع. وفي نفس الوقت الخلايا الدهنيه دي مهمه جدا عشان بتحافظ على الدموع على سطح العين، ما بتفرزش الماده الدهنيه فيتبخر الدموع بسرعه من العين. وحاجه كمان اخيره ان
ده بيساعد على التهابات متكررة كمان ميكروبية. يعني هو التهاب الأول نتيجة إفراز الدموع بيكون قليل، يخلي البكتيريا العادية اللي هي السليمة اللي هي بتعيش في جسمنا العادي تتكاثر أكتر، هتتوالد أكتر، هتفرز مادة كيماوية تخلي نوع من أنواع العتة اسمها مايتس تتكاثر على سطح الجفن ويطلع مادة سامة تعمل التهابات في الجفن، تعمل التهابات في الجفن والتهابات في الخلايا الدهنية اللي بتحافظ على طبقة الدموع. فنخش في حلقة مفرغة، يعني ابتدت بالتهابات صغيرة هتعمل التهابات في الخلايا الدهنية اللي بتحافظ على الدموع، يقل إفراز الدموع، تتكاثر البكتيريا أكتر، تأثر على الخلايا الدهنية أكتر، تأثر على إفراز الدموع أكتر، والتهابات تزيد، وهكذا فيشس سيركل أو حلقة مفرغة ملهاش نهاية. المريض يقعد يعاني طول النهار من التهابات متكررة في العين، تتشخص مرة ان هي جفاف، تتشخص مرة تانية ان هي حساسية، تتشخص مرة تالتة بأي مرض تاني، بس المريض يبقى قاعد متعذب في النص ومش عارف الحل يبقى ايه. في تداخل بين الأنواع والأسباب. آه. ولذلك هو سؤالي عن الأنواع والأسباب، ولأن خوفتني قوي. هو نوعين كبار. فعلا بيحصل الكلام ده. في بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل كتيرة جدا بنشوفها على الجفن على الجهاز يعني. هي نوعين باختصار شديد، إفراز دموع قد يكون قليل أو إفراز الدموع موجود بس بيتبخر بسرعة. لكن في الحالتين الدموع مش موجودة بصورة كافية على سطح العين عشان تغذي القرنية، وعشان الدموع كمان نفسها دي فيها مضادات حيوية، ودي خط الدفاع الأول للعين ضد أي مؤثرات خارجية. ده النوعين. الأسباب أسباب كتيرة جدا. أسباب من أولها أكتر حاجة بتساعد على تبخر الدموع بصفه مستمره في العين هي الحياه المدنيه بتاعتنا. احنا طول النهار احتياجاتنا البصريه عاليه قوي، احنا ماسكين الموبايل، بنخلص الموبايل بنقعد على الكمبيوتر، بنخلص الشغل على الكمبيوتر نرجع نمسك الموبايل تاني، نقعد في التكييف، الهواء اللي جاي من التكييف زي ما حضرتك ذكرت بيبقى هواء جاف، حتى لو هو هواء ساقع هواء جاف بيبخر الدموع بسرعه. بنخلص الموبايل ونخلص الكمبيوتر نرجع البيت، عايزين نتفرج على التلفزيون قبل ما ننام، كل ده بيخليك انت قاعد طول النهار عمال تبرق بعينيك. فمعدل البربشه المفروض ان انا يحصل حركه الجفن على العين تتم بمعدل معين كل دقيقه، بيقل قوي ان انا عايز اركز على الشاشه اللي قدامي، فانا بركز على الشاشه قدامي بساعد ان الدموع دي تتبخر اكتر ويحصل التهابات بعد كده اهوت، وده نوع من انواع الجفاف العين. والتدخين طبعا، وادويه كتيره جدا، ادويه الحساسيه بالمناسبه الانتي هيستامين، مضادات الهيستامين بتساعد على جفاف العين، ادويه اللي ضد الاكتئاب بتساعد على جفاف العين. ساعات تغيرات الهرمونيه بالذات في الستات بيحصل لها برضو جفاف العين. الحياه المدنيه كلها زي ما قلت لحضرتك بتساعد على جفاف العين، التغيرات اللي في الجو بتعمل جفاف العين، كل ده احنا عايشين فيه. انا شايف ان احنا من الشعوب يعني اللي بتتمادى في لبس العدسات اللاصقه بطريقه هستيريه، يعني انا ما شفتش في اي حته في العالم ناس عندها تهور في لبس العدسات اللاصقه زي الموجود في مصر. هو سوء استخدام او ابيوز. العدسات اللاصقه طبعا باكد هي مش بديل للنظاره، هي مساعد للنظاره وبنعتبرها زي الميك اب او زي المكياج، ممكن تستخدمها في وقت زي مناسبه فرح عيد ميلاد، ممكن اروح الشغل مره لابس العدسات اللاصقه مفيش مشكله، لكن مش تبقى عاده يوميه البسها باستمرار. مشكله العدسات اللاصقه ان لازم يبقى فيها نسبه معينه من الرطوبه، ليها ووتر كونتنت معين، هذه النسبة بتشارك العين، يعني العدسة اللاصقة بتشارك العين في الدموع، يعني بتمتص الدموع كمان من سطح القرنية علشان تحافظ على العدسة تكون رطبة، لأن العدسة دي لما بتكون صلبة ناشفة شوية المريض هيحس إن هي بتحجر في عينيه ويحس إن هو مش مستريح بيها، فلازم تكون صافي، لازم تكون طرية، عشان تبقى طرية لازم يكون فيها نسبة معينة من المية. هتجيب منين المية العدسة اللاصقة؟ هتجيبها من سطح العين. فبالتالي الشخص اللي عنده جفاف في العين هيعاني جدا من العدسات اللاصقه، هيحس ان العدسات اللاصقه مش مريحاه خالص. الحاجه الثانيه ان العدسات اللاصقه في حد ذاتها بتساعد على وجود جفاف في العين، يعني الاثنين بيكملوا بعض، هي بتعمل جفاف في العين، العدسات اللاصقه بتعمل جفاف في العين، وفي نفس الوقت المريض اللي عنده جفاف في العين ما بيستحملش كمان العدسات اللاصقه، بيعاني منها، وده بيساعد كمان على تكون قرح في القرنيه ويعمل مشاكل ضخمه جدا. في ناس اكثر عرضه لجفاف العين، اكثر عرضه للجفاف اللي هم اللي بيسهروا كتير، اللي هم اللي قاعدين فترات طويله قدام الكمبيوتر، اللي هم بيخلي التكييفات في وشهم مباشره، اللي هم ما بيستخدموش قطرات مرطبه باستمرار، اللي هم بيستخدموا ادويه معينه لا بديل عنها، في ادويه معينه ما اقدرش ان انا اوقفها، فلازم يبقى فاهم ان هو من اعراض الجانبيه لهذه الادويه يبقى في جفاف في العين، وهيضطر يستخدم قطرات مرطبه وجل يستخدمه على سطح العين باستمرار. لازم يبقى فاهم النقطه دي كويس قوي. الحساسيه بيبقى شكلها في الاعراض شوية برضو دموع احمرار، طب ازاي نميز الحساسية اكتر عرض ليها يعني
للحساسية هو الأكلان، يحس إن عينيه بتاكله. الجفاف أكتر عرض هو حرقان وحمرار في العين وإحساس إن في جسم غريب في العين. ناس كتير بتحس إن في زي ما يكون حصوة أو رمش في العين، ده العرض الأساسي بتاع جفاف العين. لكن في بعض الأوقات بتتداخل الأعراض مع بعض، يعني مريض جفاف العين أوقات كتير بيشتكي إن عينيه بتاكله برضه، وبيشتكي كمان إن عينيه بتدمع زيادة. ودي غريبه، نيجي مريض نقول له انت عندك جفاف في العين، يقول لك ازاي ده انا عينيا بتدمع كتير، ازاي انا عندي جفاف في العين، يقول لك لا انت افراز الدموع عندك بيتهيج، الانسجه بتتهيج فبتفرز دموع كتير في اوقات معينه، فده اللي بيخلي عينك تدمع كتير، لكن انت على مدار اليوم افراز الدموع عندك قليل او بيتبخر بسرعه. فالعرض الاساسي لجفاف العين بيبقى حرقان او احساس بجسم غريب في العين مع وجود احمرار مستمر بالعين. العرض الاساسي للحساسيه بتبقى اكلان في العين، وغالبا دي بتبقى اعراض موسميه بتيجي ايضا اكتر مع تغيير الفصول خاصه في الربيع، او تعرض لماده كيماويه معينه او ميك اب بصوره معينه. الناس حاسه انها مستخفه من موضوع الجفاف، لذلك سؤال القادم عن المضاعفات. هو مفيش مضاعفات بمعنى مضاعفات، لكن هو كل اللي هيحصل ان هيبقى فيه التهابات متكرره مزعجه، ضيف تقيل قاعد معاك باستمرار مش عارف تتخلص منه، وفي نفس الوقت لما يكون الدموع اللي فيها مضادات حيويه وفي نفس الوقت فيها مغذيات للقرنيه مش موجوده، فانت عرضه القرنيه بتاعتك عرضه لتتهاجم بميكروبات من الجو. فالمريض اللي عنده جفاف في العين بيبقى عنده دايما التهابات متكرره من الجفاف بتاع العين، وفي نفس الوقت التهابات ميكروبيه علشان خط الدفاع الاساسي بتاعه ما بقاش موجود. كيفيه التشخيص؟ حاجات كتير بنشخص بيها، وهي اللي خلانا اتكلم على الجفاف العين اليومين دول، ان تطور التشخيص بقى رهيب دلوقتي، بقى عندنا اجهزه بتقيس طبقه الدموع، بتقيس كمان الدموع فيها ايه بالظبط، ايه اللي ناقص فيها، لان الدموع دي مش مجرد ميه بس، الدموع دي عباره عن ميه وفيها طبقه زيت، فيها بروتينات، فيها احماض، فيها مضادات حيويه، وفيها كمان املاح. التركيبة دي لازم تكون متوازنة، لو التركيبة دي اختلت فممكن يبقى المريض عنده جفاف العين حتى لو طبقة المية أو الدموع نفسها كافية. فعندنا أجهزة دلوقتي بقت بتقيس طبقة الدموع دي وتقول لك كلكم مكون فيها عبارة عن إيه، وإيه اللي ناقص وإيه اللي مش ناقص، وفي نفس الوقت بتدينا أرقام، ما بقتش بقى حاجة يعني بنقول ده المريض عنده جفاف، لا ده ما عندوش، لا ده عنده جفاف من الدرجة الفلانية علشان عنده كذا مش موجود. حصل تطور كبير جدا، وكمان حصل تطور في العلاج بتاع جفاف العين. الجفاف العين علاجه أو طرق علاجه يعني خدت زي ما بيقولوا زمن طويل، فأنا عايز حضرتك تحكي لنا كده التطور اللي حصل. هو العلاج التقليدي اللي هو يستخدم قطرات مرطبة، للأسف إن أثبتت إن الموضوع ده مش ناجح قوي مع ناس كتير، إن هو يستخدم قطرات مرطبة، وللأسف ده لا بديل عنه. هو المريض بيبقى قاعد متضايق طول النهار، حتى ساعات في بعض المرضى بيغسلوا وشهم بمية، يقول لك وأنا بتوضى كده بدخل مية جوه عينيا، هي ده حل مؤقت ولطيف، لكن القطرات المرطبة هي الأساسي. لكن برضو أوقات كتير المريض ما بيستحملش إن يستخدم قطرات كتيرة جدا، وغالية على فكرة القطرات المرطبة مش رخيصة. القطرات المرطبة من شروطها إن لازم يكون ما فيهاش مواد حافظة، ساعات القطرات المرطبة فيها مادة حافظة تعمل جفاف في العين، المادة الحافظة اللي موجودة في القطرة المرطبة عشان تعالج جفاف في العين هي كمان بتعمل جفاف في العين وبتعمل حساسية، لأن فيها مادة عشان تحفظ المادة الفعالة بتاعت القطرة، فيها مادة تانية حافظة دي عند بعض الناس بتعمل لهم حساسية، فبالتالي ساعات المريض ما بيبقاش مستريح بالقطرات المرطبة، ويقعد يجرب قطرات كتيرة موجودة في السوق ويدفع فلوس كتيرة جدا، القطرة بتبقى قد كده وغالية بتمنها بيعدي 100 جنيه، فطبعا بيبقى متضايق جدا. لكن انا باكد هو لازم برضه يستخدم قطرات مرطبه، لكن التعدد بقى يعني ايه الفريكوانسي، بدل ما يستخدمها 10 مرات في اليوم احنا ممكن نساعده يستخدمها مرتين او ثلاثه بس في اليوم. الفكره باختصار شديد دلوقتي حصل تطور، ان هو لقوا ان اساسا المنطقه دي بتاعت الجفون، المنطقه الصغيره اللي عند الرموش نفسها، دي الجزء الوحيد اللي من جسم الانسان اللي ما بيتغسلش. انا بغسل وشي بغمض عينيا، لو بحط قطره بحطها في عينيا، لكن ما بتعديش على الجفن. الجفن ده فيه خلايا دهنيه وفيه بكتيريا، البكتيريا دي ما بعرفش اغسلها. بعض الناس نصحوا انه يغسلوا جفونهم بشامبو بيبي جونسون بتاع الاطفال، انا ما عندناش اي دعايه هنا، بس شامبو الاطفال العادي جدا عشان ما بيحرقش العين، ان هو يغسلوا جفونهم، بس برضو ده مش علاج مؤثر 100%، علاج مؤثر نقدر نقول بنسبه 50%. العلاج الاساسي دلوقتي ان انا لازم انظف الطبقه دي كويس قوي، لازم اعمل جلسه تنظيف للطبقه اللي هي عند جدر الرموش، عند الجفون نفسها. هو ده العلاج اللي ظهر جديدا، ان هو بقى عندنا آلات صغيره مخصوصه للعين، هي تشبه لحد ما زي فرش الاسنان، بس هي
هي علاج ده بيغسل كل البكتيريا وكل المواد الكيماويه اللي اتكونت على مدار السنين عشان يهدي فرصه للخلايا الدهنيه وخلايا الدموع تفرز تاني من اول وجديد من غير مشاكل. زي ما عاملين عاملين الحاجات دي كانها بنايات عشوائيه. معلش شوف الفيديو ده تاني. ده جميل قوي. نعيد كانك بالظبط منطقه ارض كده اهوت وحصل عليها بنايات عشوائيه وحصل عليها مقالب زباله، حصل عليها مشاكل، حاجات كتيره جدا، وجيت جرار وراح غسل لك كل الكلام ده علشان يدي فرصه دي للارض تنبت تاني وتزرع وتطلع. ده على الجفن الداخل. على الجفن نفسه. على الجفن نفسه. فبقينا عندنا بنعمل جلسات دلوقتي ان احنا ننظف الجفن ده. طبعا في الات كتير او اجهزه كتير بتساعدنا ان احنا ننظف الجفن، بس هو كلها بتشترك ان او اتفق عليه ان المنطقه دي مهمه جدا لعلاج جفاف العين، واحنا لازم ننظف الجفن كويس قوي. كان بعض الناس بيستخدموا كريمات معينه او اطراف معينه، لا احنا بقينا نغسلها ميكانيكالي بالفرشه دي. ده جلسه بتتعمل في العياده بالمناسبه، مش محتاجه عمليه ولا حاجه، والمريض بيبقى واخد بس اطراف عينيه وبتتعمل، ما بيحسش بحاجه خالص، يمكن يحس ان في حاجه بتزغزغه بس كده اهوت. لكن هي بتاخد لها حوالي 8 دقائق في العينتين، يعني دقيقتين في كل جفن لو احنا بنعالج الاربع جفون. بيحس المريض بتحسن في ساعتها. معظم الوقت بيحس التحسن في ساعتها على طول، يحس ان عينيه بقت اريح شويه صغيرين، ان افراز الدموع بيتم على طول مباشره من غير ما طبقه البلاك او الطبقه اللي هي المواد اللي كانت متكونت على مدار السنين قافله الخلايا الدهنيه ومأثره كمان على نشاط الخلايا الدهنيه. زي بالظبط احنا بنقول في الاسنان، انت ساعات في طبقه جير بتتكون على الاسنان ولازم تغسلها اول باول كل شويه، ولازم تروح لدكتور الاسنان علشان ينظف لك طبقه الجير. احنا عندنا الطبقه دي مشابهه لطبقه الجير، بتتكون على حرف الجفن وبتقفل كمان الخلايا الدهنيه، ما بتطلعش الافرازات بتاعتها اللي بتحافظ على الدموع. فاحنا بننظفها ميكانيكالي بطريقه ميكانيكيه، مش عن طريق قطره، ان القطره مش هتعمل حاجه خالص، ولا عن طريق حك الايد في الجفن، ولا عن طريق شامبو الاطفال. لازم فرشه تعدي على الجفن بهذا الشكل عشان تنظف هذه المنطقه من جسم الانسان اللي ما بتوصلهاش اساسا ميه او ما بتوصلهاش صابون بصوره كافيه. وبتتعمل الموضوع ده بصوره دوريه، يعني مش وانس وخلاص، مش مره واحده وخلاص، لا، المفروض بتتعمل مره كل 3 شهور بس. كم سؤال بقى على البروسيدر دوت، الفرشه اللي بتستخدم دي تعقم طبعا ولا كله ديسبوزبل؟ لا لكل مريض. مره وتترمي على طول، هي غاليه للاسف يعني. يعني بس في حدود، يعني هي الفرشه وفي نفس الوقت بيبقى معاها فوم كمان مخصوص. ما هو الفرشه لوحديها مش هتبقى كافيه، لازم يبقى فيه فوم مخصوص علشان كمان يغسل المنطقه دي كويس قوي. يعني انت فرشه بتغسل، وفي زي ما كان مثلا نشبهها بالعربيه اللي تخش مثلا محطه البنزين، في فرشه وفي صابون. نفس الكلام، عندنا فوم مع الفرشه دي، ده بيستخدم مره ويترمي على طول. ويترمي على طول. يبقى يعني برضه حته غلوه دي يعني في حدود الانسان برضه المتوسط. لا الموضوع مش حاجه، بس المشكله ان دي حاجه مخصوصه للعينين واخدين فيها براءه اختراع، فبالتالي فيها بيتنسي او فيها يعني حقوق ملكيه. لكن هي لا، مش جلسه ما تقلش يعني، مش هتبقى مكلفه زي جلسه تنظيف الاسنان في بس هو تعمل في العياده، مش اوضه. كل قد ايه تقريبا؟ 3 شهور. 3 شهور من 3 ل6 شهور. يعني في بعض الناس بيقول لهم 6 شهور، ان هو يعني الموضوع عندهم مش عنيف قوي، وفي بعض الناس عندهم الجفاف جامد قوي او الحياه المدنيه بتاعتهم بتتطلب كده هوت، سهر كتير وبيتعرض لحراره كتير، فبنقول لهم تعالوا كل 3 شهور نعملوا كل الموضوع ده. في ايه؟ في وقايه تعتبر من جفاف العين؟ يعني مثلا ممكن ابدا الموضوع من قبل ما يحصل؟ لا للاسف ما فيش وقايه بمعنى وقايه 100%، لان هو حضرتك دي بكتيريا طبيعيه، ما نقدرش ان احنا نلغيها خالص. بكتيريا عايشه على الجلد بتاعنا، موجوده على الجفون، وما اقدرش اموتها. هي بكتيريا مفيده، بس لما ما بتتغسلش بتتكاثر بطريقه مش طبيعيه وبتطلع المواد السامه اللي بتعمل الالتهابات وبتقفل الخلايا الدهنيه. فما فيش وقايه معنى وقايه 100%، الا ان انا ممكن اعمل دوري الواجب بتاعي، ان انا ابطل سهر، ان انا ما اقعدش على الكمبيوتر فترات طويله. لو هقعد على الكمبيوتر فتره طويله فلازم كل ساعه اقوم من مكاني اعمل اي حاجه وارجع تاني، ادي فرصه ان عينيا تاخد راحتها شويه صغيرين، ابربش بعنايه كتير، ما انساش ابربش بعنايه كتير، استخدم قطرات مرطبه من حين لاخر حتى لو من غير سبب. يعني مش شرط ان انا احس بحرقان واحط القطره، لا، انا ممكن احط القطره كاني بشرب ميه وانا مش عطشان، مش هتضرني في حاجه خالص. وانظم الحياه، في بعض الناس كتير بنشوفهم يقول لك انا بنام كويس، انا بنام الساعه 6 الصبح وبصحى الساعه 6 بالليل، اصل انا يعني نايم كويس. لا،
تنام بالليل غير ما تنام النهار، فلازم تظبط الدوره الساعه البيولوجيه بتاعتك وتنام بالليل وتسحب النهار، هيبقى احسن بالنسبه لجفاف العين كمان عندك. لو احنا قلنا الاغراف للي عندهم جفاف عين، اللي عندهم اعراض معينه، هذا الاغراف محذر ومنذر. اللي عندهم جفاف العين لازم يتابع، لازم يروح يزور دكتور العيون وما ييأسش من العلاج. العلاج بيبقى مزمن، بياخد فترات طويله. انا بشبه جفاف العين زي مرض الضغط او السكر، لازم تاخد علاج لفتره طويله قد تكون تمتد الى مدى الحياه. فاحنا بنقول في اطراف مرطبه هتعملها، هتستخدمها من حين لاخر. الميزه ان احنا ما عندناش مواعيد ثابته، مش زي مثلا حقن الانسولين او مش زي ادويه الضغط، مش محتاج انت تاخدها في مواعيد ثابته. خدها في اي وقت لما تحس بحرقانه او شكشكه في العين، حط الاطراف دي واعمل جلسات دوريه لتنظيف جفن العين من حين لاخر. والتعليمات العاديه اللي احنا بنقولها، ما تتعرضش لحراره عاليه، او لو في حراره عاليه بحكم الشغل استخدم اطراف مرطبه معاها. لو الكمبيوتر خلي مسافه حوالي 50 60 سم بينك وبين الكمبيوتر، ولازم تقوم من مكانك كل شويه ترجع تاني. دي الاساسيه بالظبط. السؤال اللي قبل ما امشي، الناس اللي بتلبس عدسات لاصقه باستمرار، يعني برضه لازم تبعت لهم تليفون؟ هو ده بنعتبره مش صح، وعشان كده ما جبناش سيرته، والمفروض ما يعملوش الكلام ده. هو المفروض العدسه دي مش بديل للنضاره، العدسه دي بيلبسها زي الميك اب، او زي انا عايز اغير اعمل نيو لوك، انا بلبس النضاره ده الطبيعي بتاعي. عايز اغير النضاره والبس عدسه لاصقه، اوكي، في عندي مناسبه، انا مجال شغلي بيتطلب مني لبس عدسات لاصقه، اوكي، ارجع البيت اقلع العدسات اللاصقه. لكن اقعد بالعدسات اللاصقه 24 ساعه وانام بيها واصحى بيها، هي دي المشكله. فارجوكم ما فيش داعي ان احنا نلبس العدسات اللاصقه باستمرار، لان دي مشاكلها كتير قوي. مش هنتكلم على القرح اللي كانت بتتكون مع العدسات اللاصقه، بس ابسطها ان اعراض جفاف العين هتزيد قوي بالنسبه لك، وهتبقى مش مستريح على طول. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه الرائعه وهذه المنطقه لاول مره نتكلم على جفاف العين بالتفصيل ده، والحقيقه معلومات كلها يعني بننفرد بيها في العالم كله، ما حدش شرح جفاف العين بالطريقه دي وبالتفصيل دوت. مهم جدا احنا نستوعبه، لان الموضوع مهم جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف، صديقي وزميلي العزيز، نورتنا واسعدتنا وكالعاده بتشرفنا. الله يخليك، متشكر جدا ومتشكر على استضافتي في البرنامج. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب، خليكم دايما مع الناس الحلوه. الابتسامه بتدي الثقه، الاسنان بتدي الثقه، بتغير الشكل. بص، اصلا التركيبه اسمها بورسلين، دي غير ما ينفعش نستخدم تركيبه زي دي في التجميل. ده مش تجميل، تركيبه تجميليه، يعني باللوجيك كده بالعقل، انا اول ما اشوفك اقول الله ايه الجمال ده. دي اسمها تركيبه تجميليه، دي بتعدي الضوء. اللي فوق دي ما تعديش الضوء، ترفلكت، تعكس الضوء، يطلع لك المنظر اللي هو تشيكليتس او البيانو او المولد السري، يعني الحاجات اللي هي بالظبط مولد كده. انا لو جيت لي وانت عندك اسنان ثابته وانا خلعتها، يبقى انا كده هروح النار على طول. انت جاي تجمل اسنانك يعني رفاهيه شويه، ما ينفعش اخلع لك سنانك. انا هشتغل على اللي موجود واطلع لك الشكل اللي انت شايفه. تجميل اسنانك لا تعمله مره واحده مظبوط، هو مش مكلف قوي، بس تعمله مظبوط، مش ارخص حاجه، مره واحده، وبدل ما تعمل